التحية ديالي واحترام ديالي لكم أجمعين. بالنسبة للمقابلة أكيد بالنسبة لنا كانت مقابلة مهمة لأنها كتخولنا باش أننا نكونوا في المرتبة الأولى. ضعت منها واحد جوج نقاط هذه ثلاث أيام اللي بقينا متحصرين عليهم بزاف، خصوصا بالطريقة كيفاش ضاعت، وحتى لا جيستيون ديال لو ماتش اللي كانت بواحد الطريقة بارفي، ولكن في 30 ثانية الأخيرة يعني مالوريزمون مشاو لنا جوج نقاط اللي كانوا يكونوا مهمين مع الانتصار ديال اليوم، ولكن الخير فيما اختار الله الحمد لله. كنشكر كثير اللاعبين على التضحيات ديالهم بكل صراحة، أن باش بقات لعب مقابلات من هذا الحجم وما كاينش الوقت، وتخرج مقابلة بهذه الطريقة هذه، فكنظن على أنه يمكننا أنني نكون فخور بهاد اللاعبين هادو والتضحيات اللي كيقدموها. كذلك كنشكر بهذه المناسبة الطاقم الطبي على الأعمال اللي كيقوموا بها، وكنشكر أكيد المسؤولين لأن بكل صراحة كيساعدونا كثير وكيسهلوا لنا المأمورية ديالنا. فأنا سعيد بهذا الانتصار هذا. الآن يمكن كاين شوية الضحى، ولكن بارتي دو دومان إن شاء الله الرحمن الرحيم نبغي سوبروجيتي عاوتاني على واحد المقابلة اللي صعيبة بزاف، مع احترامنا الفريق ديال الفار وجميع الفرق بكل تواضع كنعملوا بغض النظر على النتائج، ونقارد لي بيس سور تير. والحاجه اللي يمكن لها تزاد هي الجديه وهي المسؤوليه وهي الرغبه في الفوز. كنتمنى من الله باش الامور تبقى بهذه الطريقه.